ثلاث محاولات باءت بالفشل لهذه الدراجة وتنتهي الرابعة بالسقوط، حيث يحاول صاحبها الوصول إلى قريته عبر هذه الطريق الوعر الذي يمتد إلى قرية المبهاء في مديرية جبل حبشي الواقعة شمال مدينة تعز، حيث تدور تفاصيل تحكي عن معاناة يومية يعيشها الأهالي جراء انعدام وسائل نقل، كما يرفض بعض السائقين الوصول إليها بسبب تضاريس الطريق الوحيد للقرية ذات التضاريس المعقدة. نحن المواطنين في قرية المبهاء نعاني من صعوبة الطريق، وقرية المبهاء يعني عدد سكانها أكثر من 5000 نسمة تقريبا، وقد عانينا الكثير والكثير من صعوبة الطريق والمواصلات، والمواطنين لا يستطيعون نقل أغراضهم من المدينة بسبب عروض الطريق، وإذا عندنا مريض يعني يصعب علينا أن ننقله إلى المدينة بسبب عروض الطريق كذلك. تبعد قرية المبهاء 7 كيلومترات عن الطريق الرئيسي لمنطقة الضباب إلى الشرق، حيث يقطعها المواطنون سيرا على الأقدام، وهو الأمر ذاته الذي فاقم من معاناتهم خصوصا في ظل انعدام الخدمات الأساسية والمركز الصحية في المنطقة، الأمر الذي يجعل كلفة نقل المرضى عملية معقدة ومعدومة الحلول. الخدمات الصحية لا أقول ضعيفة، غير موجودة طبعا، وتعسر الولادة، ننزل أكثر من مرة ننزل حالات إلى المدينة في حالات ولادة، والقرين وتحدث مثلا حالات وفاة، حصلت حالة وفاة وفي الطريق وصلت إلى المدينة وما استطاع أن ينقذوها منه. يتحدث الأهالي هنا عن طريق محفوفة بالمخاطر بسبب قناصات الميليشيات التي حصدت أرواح العشرات منهم، ورغم ذلك حاولت مبادرة شبابية محلية وبجهود ذاتية العمل على بناء هذا الحاجز كساتر لهم من قناصة الميليشيات الانقلابية. قرية وكأنها لم تكن من محافظة تعز، قرية عانت كثيرا، مهمشة، بل أجزم أن أقول أنها منكوبة، قرية منكوبة في ظل الحصار الذي نعاني منه من قبل ميليشيا الحوثي، ما تسبب في بعض ميليشيا الحوثي في قنص بعض المواطنين والمارين في الطريق، وقمنا بإنشاء حواجز جدارية كمتارس للسير. تبدو قرية المبهاء واحدة من المناطق المنكوبة، ومع ذلك تبقى السلطات المحلية والجهات المختصة غائبة عنها، ولو بتأهيل طريق واحد يسهم بالتخفيف عن معاناة ما يزيد عن 5000 نسمة يقيمون ويتقاسمون الغصة والتعب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.